بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضراتكم، اهلا بماما وبابا الواعيين المهتمين المحبين، بيعبروا عن حبهم لاولادهم بشكل ايجابي. الفيديو ده النهارده بكلم حضراتكم فيه عن ازاي العب مع ابني، ازاي اعبر عن حبي لابني بشكل ايجابي ومش بشكل يضره، ازاي اكون متواجد في حياة ابني بطريقة ايجابية مش بالكم، عشان قعدت معه وقت قد ايه، انا عملت ايه في الوقت اللي انا قعدت معه حتى لو نص ساعة بس، ازاي اشتري هدية لابني واختار الهدية المناسبة لي، ايه الالعاب المناسبة لكل مرحلة عمرية، وايه اللي ممكن ابني يشوفه وايه اللي ابني ما يشوفوش في التلفزيون. بالنسبة للتلفزيون احنا قلنا الشاشات قبل 3 سنوات المفروض ممنوعة قبل 3 سنوات. طيب، منظمة الصحة العالمية قالت لنا ان من 3 سنين ل5 سنين المفروض بنحسبها، بنضرب عمر الطفل مش في 3 سنين و5 سنين بس، عامة زي ما قلنا في الفيديو سابق بنضرب عمر الطفل في 6 دقائق وبنوزعها خلال اليوم. منظمة الصحة العالمية قالت لنا من 3 ل5 سنوات ساعة تلفزيون، مفيش ألعاب أجهزة ذكية، مفيش ألعاب فيديو أو فيديو جيمز يتعرض لها الطفل في المرحلة العمرية دي، والساعة دي تكون مقسمة على اليوم. طيب، من 6 ل12 سنة ساعتين تلفزيون برضو، ألعاب فيديو لأ، أجهزة ذكية لأ، أو سمارت فون لأ، الساعتين دول برضو موزعين على مدار اليوم. من 13 ل18 سنة ساعتين تلفزيون على مدار اليوم، ونص ساعة بس ألعاب فيديو أو فيديو جيم. ده الكلام العالمي والتقسيم العالمي والتصنيف العالمي المفروض إن جهة أو مؤسسة صحية عالمية منوطة بالمجال دوت هي اللي مطلعه. فإحنا فين من التصنيف ده؟ أولادنا فين؟ ورقابتنا عليهم فين؟ طيب، أعمل إيه لما أمنع الشاشات عن ابني؟ هيقضي وقته إزاي؟ يقضي وقته في أنشطة نفضي نفسنا شوية، أو نجيب له ألعاب هادفة شوية. الألعاب بتاعتنا تكون عبارة عن إيه؟ يعني الولد إحنا بنقول لغاية 3 سنين ما يتعرضش للشاشات، يعمل ايه؟ اول 3 سنين المفروض الالعاب اللي انا بجيبها لابني تكون العاب هادفه يتعلم منها حاجه، تكون مجسمات وقصص مصوره، وانا بمسك القصه وابني في حضني وبحكي له الصور دي، بشرح له الصور دي، فبالتالي عينه على الصوره وودنه معايا وبيتخيل الكلام اللي انا بحكيه وبيطبقه على الصوره اللي هو شايفها. فانا بعمل تنميه للخيال والتمييز السمعي والربط ما بين المسموع والمصور او المتشاف او الشكل البصري. طيب، من 4 ل5 سنين يشوف كرتون، يشوف كرتون بس الكرتون اللي يشوفه للاسف الطفل بيبقى لسه في مرحله الخيال وعدم الفصل بين الحقيقه والخيال وعدم اكتمال الادراك. فبالتالي المفروض الافلام اللي انا بسمح له، الافلام الكرتونيه اللي بسمح له يشوفها او بختارها له بعنايه، لا تعتمد على الخيال. عشان كده بنقول بلاش في الفتره المرحله العمريه دي، بلاش بندق من 3 ل7 سنوات، بلاش بندق، بلاش كرتون بندق، بلاش كرتون والت ديزني. ففي حاجات معينه ما ننصحش الطفل يشوفها من 3 ل7 سنوات، الكرتون الذي يعتمد على الخيال. طيب، من 8 ل12 سنة يشوف أفلام كرتون تعتمد على الخيال، لأن إدراك ابني في الوقت ده يكون خلاص اكتمل، تمييزه ما بين الحقيقة والخيال والواقع والخيال يكون خلاص اكتمل. طيب، فوق 6 سنوات اسمح له يشوف أفلام ومسلسلات عادية جدا. طيب، الأمهات، في بعض الأمهات بتشتكي إن الأب أو بعض الأمهات مش الآباء بس بيغدقوا على أولادهم باللعب والهدايا تحت مسمى إن أنا مش عايزه يكون محروم من حاجة، مش عايزه يكون نفسه في حاجة. أنا عايزة حضراتكم بس تفكروا فيها، لما الطفل يكون مش محروم في حاجة، مش محروم من حاجة ومفيش في نفسه حاجة، والحاجة قبل ما بيحلم بيها بتجيله، أين الحافز؟ هتحفزيه إزاي؟
كل شيء عند ابنك هيفقد قيمته، كل شيء هيفقد قيمته. هتيجي تقولي له اعمل كذا يلا عشان يومي مش عارفة ايه، ننزل النادي، هو شبعان من النادي، حضرتك مشبعه من النادي، بابا مشبعه من الخروج ومن النادي، هيكون حافز ازاي؟ طيب اما تجيبي له حاجة حلوة، عشان اجيب لك كذا يلا عشان ناكل، نجيب شوكولا كذا او لعبة كذا، مش فارق معاه جبتي لعبة ما جبتيش. فبالتالي انا ايه الحافز بتاعه؟ ايه الحاجة اللي انا هقدر اثر عليه بيها، اللي هقدر اغريه بيها عشان يتابع مهمة معينة او يكتسب مهارة معينة. فبالتالي كل شيء هيفقد قيمته عنده، مش هيكون عنده تطلع لاي شيء، حتى الثواب والعقاب يكون بالنسبة له ولا حاجة. فتيجي توصل لمرحلة ان انت مش عارفة تأثري عليه لا بالثواب ولا بالعقاب. وبالتالي زي بالظبط ام كنا بنتحاور في موضوع، فبتقول لي انا ابني في اولى ثانوي تقريبا، ابنها في اولى ثانوي بتشتكي ان الاب بيديله مصروف 50 جنيه في اليوم عشان ينزل مع اصحابه. نتخيل مع بعضنا حضرتك كده ان احنا الام مستاءة جدا مش عارفة تصرف ازاي مع الاب، والاب تحت هذا المسمى برضو بقولها انا مش عايزه يكون اقل من زمايله، مش عايزه يكون اقل من حد، مش عايزه يكون نفسه في حاجة. حضرتك يا بابا لو حضرتك سمعني دلوقتي، ابنك في اولى ثانوي وبياخد ما قيمته 3000 جنيه ونص في الشهر، هذا الولد تخيل حضرتك اي مرتب لما يكبر هيقبضه، هل هيغنيه ويملى عينه ويشعره بالقناعة والرضا اطلاقا؟ فبالتالي حضرتك بتخلي كل شيء سهل وهين في ايده، وكل شيء قيمته بتروح، مش بيشعر بقيمة شيء. حضرتك بتتعبه وبتطلعه للدنيا بيستسهل الحصول على الاشياء ولا يتعب من اجل الحصول عليها. نعلم اولادنا انت عايز تشتري كذا، طب حوش وانا هساعدك. لو حوش وصل لمبلغ معين وفعلا كان هو الحاجه اللي هو عايز يشتريها دي هي الدافع اللي بيحركه ان هو يوفر جزء من مصروفه وحوش كملي له عشان يجيب الحاجه دي، خلينا دايما مش احنا اللي بنصنع السعاده لاولادنا، احنا نساعدهم ونعلمهم ونقف جنبهم عشان الواحد فيهم يعرف يسعد نفسه ويصنع السعادة لنفسه، خليه هو يعرف يفرح نفسه ويبسط نفسه. أنا بساعده على ده مش أنا بساعده. فبالتالي أمهات كتير تيجي تقولي ابني دايما متأفف ودايما مش عاجبه حاجة، ودايما احنا بنعمل وبنعمل وبنعمل عشان هو مش عاجبه أي حاجة وعايز المزيد. احنا اللي خلقنا في أولادنا ده ان احنا نقدم لهم كل شيء بمنتهى السهوله بدافع الحب. الحب بيفيد مش بيأذي، وبيقوي مش بيضعف. حضراتكم كده بتضعفوهم لما بتقدموا لهم كل حاجه بمنتهى السهوله، بتضعفوهم، ما بتخلوش فيه مقاومه عندهم لحاجه ولا دافع ان هم يوصلوا لحاجه، ما عندوش حته ان هو يبقى ليه هدف يحاول يوصله. خليه يحط هدف ويحاول يوصله وانا اسنده عشان يوصل، مش انا اخده واشيله من هنا اوصله لهدفه، لا انا اسنده بس. خلينا نعمل عندهم صلابه نفسيه وقوه داخليه ورغبه في ان هو يحقق ذاته مش انا اللي حققها له. تحياتي لحضراتكم، وتحيه لكل اب وكل ام بيحطوا ايدهم في ايد بعض مش ضد بعض. حضرتك وجودك في البيت مش مطلوب ان انت تقعد 24 ساعة زي ما انت بتقول للأم انا مش فاضي انا بشتغل عشانهم انا بعمل كل ده عشانكم. نص ساعة في حياة ولادك بالكيفية الإيجابية هي اللي بتفرق، مش ان انا اقعد طول اليوم واسيب شغلي. اب بعزه وبقدره جدا، والكلام ده دايما بكرره في كل لقاء. الأب دوت من 7 سنوات كان بيتردد عليا هو والأم، ناس أسرة في منتهى الوعي والترابط، ويا رب يكونوا سامعيني دلوقتي وشايفيني، فأنا بوجه لهم كل تحية. الأب دوت كان بيخرج الصبح قبل ولاده ما بيصحوا، بيركع بالليل قبل بعد ولاده ما بيناموا، كانش بيشوفهم إلا يوم الإجازة، ومع ذلك كان موجود بكيان وروح معاهم طول الوقت. الأب دوت كان عامل زي برطمان كده ومزوق وعامل بشكل جذاب، بيجي بالليل يحط الولاد ورقة، الورقة دي هو اللي عايز يقول لهم كل حاجة موجودة في الورقة دي. هو رجع بالليل بيلاقي الولاد حاطين له، كل واحد حاطط له ورقة. دي الرسائل البسيطة الصغيرة القصيرة اللي بتوصل الولاد. قبل الأم بتقولي قبل ما بيصحوا، قبل ما بيتشطفوا ويدخلوا الحمام
بيجروا على البرطمان ده يفتحوا يشوفوا الورقة اللي بابا سايبها كاتب فيها ايه. تحية لي وتحية للأم لو هم سامعيني ومتابعيني دلوقتي. الأب ده وجوده قصير جدا وقتا في حياة أولاده، لكن أعتقد إن الولاد دلوقتي في المرحلة الثانوية، أعتقد يعني بعد 7 سنوات ما شاء الله أكيد كبروا، في ذكريات وفي مواقف في دماغ ولاده وكيان ولاده وروح ولاده اتحفرت مش هتتنسي. التعب والمشقة وإن احنا موتين نفسنا في الشغل عشان ولادنا، والفلوس اللي احنا بنديها بزيادة وبزخ لأولادنا، والهدايا الغالية اللي بنجيبها لأولادنا، مش هيتذكروا ده، هينسوا ده. إنما المواقف الذكريات دي هي اللي بتطبع في ذاكرتهم لغاية لما يكبروا ويشيخوا، لغاية احنا ما نرحل عن الدنيا هيفضلوا فاكرين لنا ده. خلي وجودك في حياة ولادك بإيجابية، اقعد معاهم، اتكلم معاهم، احكي لهم حواديت وقصص، اسمعهم. الولاد محتاجين حد فعلا يسمعهم بس يتكلموا. وبلاش يا اولاد تعملوا حواجز بينكم وبين اهاليكم، بلاش تبنوا الحواجز. لو انتم كبار شويه وفاهمين كلامي مرحله المراهقه، بلاش تعملوا حواجز بينكم وبين اهاليكم. ارموا نفسكم في احضان اهاليكم واستفيدوا من وجودهم. ما تستعجلوش على الوحده والانعزال، ما تستعجلوش على رحيلهم. كلنا رحيلين، كلنا رحيلين. لحظة الفقد صعبة جدا، لما تيجي اللحظة دي وتبحثوا عنهم ما تجدونش، ده شيء موجع جدا جدا جدا. استغلوا وجود أبائكم وأمهاتكم في حياتكم وارجعوا ليهم لو انتوا بعيد. مرة تانية بكرر للأب، لو حضرتك وجودك في حياة ابنك كممول، وجودك مادي فقط، الأولاد مش هيفتكروا ده لما يكبروا. حضرتك لازم يكون ليك دور إيجابي. لو حضرتك مش تربوي، اقرأ في التربية، روح لناس تربويين متخصصين مستشيرهم، اعمل ايه وقرب من ابني ازاي وقرب من بنتي ازاي واتصرف ازاي واثناء وجودي معاهم العبهم ازاي، والموضوعات اللي انا اتكلم فيها وايه الالعاب اللي انا العبها معاهم، ده هيفرق كتير قوي في حياه اولادهم. بناء العلاقه بيقلل كتير قوي من الخسائر في مرحله المراهقه. تحياتي لحضراتكم وشكرا استحملتوني النهارده كتير. السلام عليكم.